أهلا بكم، حوارنا مع الأستاذ إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي. هنتكلم عن البورصة، عن الذهب، عن الدولار، عن أسعار الفايدة، موضوعات عديدة بتهم كل مواطن في مصر هذه المرحلة. مساء الخير أستاذ إيهاب، مرحب بك. أهلا بك فندم، وأهلا بكل السادة المشاهدين. منورنا. الله يخليك يا فندم. المرة دي معادي مظبوط. لا أنت جاي في معادي. طيب الحمد لله. الوضع المتقلب في البورصة والتذبذب ده يعني مستمر لفترة طويلة ولا هنشوف تغيير ولا إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الفترة اللي فاتت أنا شايف الأداء عرضي، يعني هو مش تذبذب قوي، لكن في انخفاض واضح في قيم التعاملات. يعني بعد ما بقينا نشوف نتجاوز ال 2 مليار ونشوف 3 مليار، رجعنا تاني للمليار والمليار و300 ومليار ونص. فالانخفاض اللي حصل في قيم التعاملات ده بصراحة يمكن أكتر حاجة بتقلقنا. يعني كمان الأداء العرضي اللي مسيطر على الإي جي إكس 30 مدي فرصة برضو للأسهم الصغيرة، وشفنا الارتفاع الكبير اللي عمله مؤشر السبعين خلال الفترة اللي فاتت قبل ما يدخل في التصحيح أو يعمل عملية جني أرباح. يعني فهو المؤشر يعني ما أنا مش شايف فيه جديد، هو بيتحرك ما بين 16.5 لحد 18.200 18.300، ولو خدنا يعني قمة 2018 يبقى 18.400. هيستمر في المنطقة ديت لحد ما يجد جديد. لا، ولكن المشكلة أنه طول ما بيبقى في المنطقة دي طول ما هيظل قيم وأحجام التعاملات منخفضة زي ما احنا شايفين كده. المفروض احنا لو حسبنا قيم التعاملات المنطقية على 2008 يبقى احنا بنتكلم في 8 مليار جنيه او 10 مليار جنيه مع الوضع في الاعتبار سعر الصرف يعني. تمام. فاحنا اقل من 5 مليار 6 مليار ده غير مقبول، ده بأمانة شديدة يعني. فاحنا نعمل مليار ونص و2 مليار دي ارقام يعني في سعر الدولار ب 31 جنيه ده ما ينفعش خالص. طيب يعني احنا هنعرف ازاي نعمل ال 6 وال 8 مليار، بس هنخرج فاصل سريع ونعود مرة تانية. اتفضلي. يمكن الأستاذ إيهاب سعيد أشار إلى أن حجم التداولات في البورصة المصرية غير مقنع وغير مرضي، ولازم يجب أن لا تقل من 6 إلى 8 مليار جنيه كل يوم. طب إزاي هنوصل لده إيهاب وفي ظل الظروف الموجودة دلوقتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم مرة ثانية. يعني أول حاجة طبعا أن يكون عندنا بضاعة، يعني إحنا ما عندناش بضاعة في السوق بقالنا فترة طويلة قوي. ويمكن أنا كنت يعني تساءلت من فترة عن إذا كان الطروحات الحكومية متأخرة نتيجة لظروف ما أو أيا كان يعني الإجراءات اللي بتتم على مستوى الحكومة، طب أين شركات القطاع الخاص؟ خاصة وإنه زي ما حضرتك عارف تم تعديل المادة 46 مكرر فقرة 3 مؤخرا بتاع ضرائب الأرباح الرأسمالية، ودت إعفاء 50% للشركات اللي هتقيد جديد لمدة سنتين، وبعد كده تنزل ل 25% في ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم اللي هتقيدها في البورصة. تمام. وبالتالي ده المفروض أنه نوع من المحفزات. فأتمنى أن الفترة اللي جاية يكون القرار ده أو الإجراء ده، لأن أنا شايف أن ده ممكن من أكثر الإيجابيات اللي حصلت يعني في الاجتماع الأخير اللي تم ما بين مجموعة من السوق مع وزارة المالية ورئاسة الوزراء. فالقرار ده المفروض أنه يكون يعني دافع كبير قوي لشركات القطاع الخاص، سواء بقى شركات صغيرة شركات كبيرة، أن هي تبتدي تفكر في القيد. أضف إلى ذلك أن القيد المباشر بدأ ناس كتير برضو بدأت تعرفه دلوقتي كشركات، بقى عندنا شركتين دلوقتي، وأنا سمعت أن القلعة كمان بتفكر في شركة تانية. فالقيد المباشر ده ممكن يبقى فرصة طيبة برضو للشركات اللي بتفكر أنها تطرح، خاصة لو زي ما قلنا الأسبوع اللي فات كده يكون عندها مستثمر جاهز داخل يشتري حصة أو بالاكتتاب والطرح العام. تمام. فأنا شايف أن البضاعة هي أهم حاجة لحد ما الحكومة تبتدي تطرح. طبعا مما لا شك فيه أن طرح واحد حكومي يغطي على 3-4 طروحات شركات قطاع خاص. تمام. لأن ده اللي هيجيب السيولة مرة تانية، وده اللي هيجيب سواء داخلية أو خارجية، لأن لو اتكلمنا في تسعير عادل أعتقد أن ده هيبقى جاذب جدا لناس سواء جوه أو بره. يعني لو احنا بنفكر أن احنا بنعمل عملية الطروحات دي أو بتتم العمليات التخارج اللي بتتمها الدولة عن طريق مستثمر استراتيجي، لا ممكن يبقى كمان عن طريق البورصة، ويبقى الدخول مش بس دخول بعملة صعبة من المستثمر الاستراتيجي، لكن يكون عن طريق غير مباشر. انه يجي من بره زي ما كان بيحصل زمان. تمام. زي ما كان أموك دخل فيها مستثمر والسهم كان نازل ب 45 جنيه، دخل عمل طلب في اول الايام لو نذكر يعني الكلام ده 2004 تقريبا ب 90 جنيه، يعني السهم كان ب 45 جنيه. صحيح الناس خدت 37 سهم ولا 38 سهم لما حصل الاكتتاب بتاعه، يعني اللي كان طالب 1000 خد 37 حاجه كده، كان نسبه تخصيص ضعيفه جدا. لكن ده جاب مستثمر من بره، دخل خد حصه كامله في الشركه ودخل خد
كل الاسهم تقريبا اللي كانت مطروحه في الاكتتاب بالدبل السعر بالضعف. فهنا دخل عن طريق غير مباشر، يعني لما انا طرحت له في البورصه هو جالي من بره حول العمله الدولار ودخل اشترى في البورصه بالجنيه. فبالتالي البورصه انا دايما بقول ان هي قادره انها تحل مشكله العمله، يعني البورصه وحدها قادره ان هي تظبط اسعار السلع في السوق، لانه البورصه برضو عن طريق غير مباشر هي اللي ممكن تدخل لي العملة الأجنبية، وبالتالي يحصل هدوء في التضخم العالي اللي حاصل ده بسبب سعر العملة. الحاجة الثانية الآليات، إن إحنا يعني مش معقولة أبدا نكون لسه بنشتغل بآليات سنة 2006. يعني المسألة بصراحة يعني إحنا كنا، ومع كامل الاحترام طبعا لدول الخليج، يعني كنا إحنا دايما السابقين لدول الخليج، إحنا اللي بنعمل الحاجة وهم بيعملوها ورانا، حتى في مجال بالذات في مجال الأوراق المالية، سواء في القوانين في الإجراءات في الآليات. النهاردة الأسواق سبقتنا، بدأت تعمل آليات، يعني صندوق الذهب ده متفعل مثلا في السعودية من سنتين، الماركت ميكر اللي هو صانع السوق متفعل في السعودية من سنتين ثلاثة، وفي الإمارات كذلك. فيعني الحاجات دي كلها الآليات الجديدة دي لازم يبقى فيها إسراع شوية علشان نقدر نجذب برضو مستثمر بيفكر في آلية تانية. الشورت سيلينج حتى الآن مش عارفين نطبقه أو ما طبقناهوش فعليا يعني. فطبعا دي كلها مشاكل كتيرة جدا. الترويج اللي بيتم، الترويج كامل التقدير طبعا للترويج اللي بيتم على مستوى الدولة أو مستوى الجهات المؤسسية، لكن أنا شايف أن الترويج محتاج صناعية، يعني الصناعية هم اللي يطلعوا يروجوا، الناس اللي هم في السوق ولاد السوق، سواء شركات أوراق مالية أو سواء أن البورصة نفسها يعني تستعين بناس من السوق نفسهم يطلعوا يروجوا معاهم بره، بالذات في دول الخليج، لانه اللغه اللي انت بتتكلم بيها على المستوى الرسمي تختلف تماما عن اللغه اللي بيتكلم بيها هو. اعتقد الصناعيه زي ما بيقول رئيس يعني. الوزراء طلع الاسبوع اللي فات وتحدث عن بعض الصفقات اللي تمت. ايوه، ما لسه هتتم يعني. ما ده اللي انا بقول لحضرتك، ده اللي هو على المستوى الحكومي. احنا بنتكلم على المستوى القطاع الخاص. تمام. المستوى الحكومي الحكومه بادئه بعمليه المستثمرين الاستراتيجيين، ان هي بتدور على مستثمرين خلال تفاوض مباشر بالظبط كده، من خلال التفاوض المباشر. تمام. لكن انا عشان اوصل بالبورصه بقى للارقام اللي احنا بنتكلم عليها دي، محتاج ان الدوله تطرح كمان في البورصه المفروض الشركات شريحه بالظبط كده. طيب. الحصص تطرح في البورصه للاكتتاب العام، وحتى المستثمرين في الاكتتاب الخاص ممكن يخش كمستثمر اجنبي. وزي ما قلت برضو، انت هنا لو عملت تسعير عادل، لانه التسعير انا يمكن في الاسبوع اللي فات تقريبا كنت في احدى البرامج برضو وكلمت على موضوع التسعير، ان هو اهم نقطه. لان انت في التفاوض المباشر بتفاصل، هو يقول لك لا كذا، انت تقول له لا كذا، انما التسعير في البورصه انت بتحط سعر ويجيب يا ما يجيبش. صحيح. فلازم يبقى السعر ده يعني في جاذبيه كبيره جدا عشان يجيب الناس اللي بره دي تدخل فيه زي ما كان بيحصل زمان. تمام. فلازم يتم مراعاه التسعير علشان يعمل يتكون عامل الجذب ده. طبعا بالاضافه لاجراءات كتيره يعني ممكن تحسن الوضع بشكل عام وتؤدي للبورصه ان هي ترتفع قيم التعاملات تدريجيا لحد ما توصل للارقام دي. طيب. يمكن رئيس البورصه السيد رامي الدكاني صرح بانه هيتم تفعيل سوق عقود الخيار، الخيار. ايوه. تعليق سيادتكم عليها. يعني هو انا سمعت فعلا كان في خبر نزل كده من فتره على موضوع تفعيل سوق عقود الخيار، وهو المفروض ان القانون 17 اللي هو سنه 2018 بتعديل قانون سوق المال كان عمل الماده 26 مكرر بفقراتها بقى علشان موضوع بورصه السلع وتفعيل عقود الخيار والعقود المستقبليه والعقود الاجله. فهو اعتقد ان عقود الخيار المقصوده هي المتعلقه بسوق السلع. تمام. او ان احنا نعمل، هي طبعا هتبقى متعلقه بالاسهم كله زي السي بي او اي اللي هي الشيكاغو بورد اوبشن اكسشينج اللي هي اكبر بورصه في العالم في امريكا لعقود الخيار يعني. نعم. فهي المفروض ان هي تبقى على غرار كده، يعني تعمل بورصه مستقله ان هي تتعامل فيها عقود الخيار. لكن انا الحقيقه انا لسه كنت بقول لحضرتك احنا محتاجين اليات جديده. بس عقود الخيار صعبه شويه، يعني عقود الخيار مش بتتم التعامل فيها في البورصه بس، يعني مش في الاسواق النظاميه بس، عقود الخيار بيتم التعامل فيها في الاسواق النظاميه وخارج الاسواق النظاميه. يعني ممكن يبقى بين شركات او بين مؤسسات تتعاملوا بعقود الخيار. في 2014 او يمكن في اول 2015 كلفت بتعمل تقرير استشاري في احدى القضايا العربيه يعني اللي هي الكبيره قوي في موضوع عقود الخيار ده.
ففي في الفتره دي في احدى الدول العربيه يعني، فعملت سيرش على كل القوانين اللي موجوده في الدول العربيه، ما لقيتش ولا دوله بتذكر اي حاجه عن عقود الخيار في القانون المدني مثلا. تمام. لدرجه ان الخبراء نفسهم اللي كانوا المحكمه لجأت لهم في الدعوه دي ما عرفوش يعملوا التقرير، ما عندوش حاجه يمشي عليها، ما عندوش مش عارف يعمل التقرير، مش فاهم ايه الموضوع. تمام. فانت قبل ما نفكر في تفعيل عقود الخيار دي لازم تهيئ الوضع بشكل عام، لانه انت مجرد ما هتدرجها في بورصه او تعمل بورصه للعقود الاجله ده ملزم بيها، ومش بس كده، هتبتدي تسمع وتتعرف وتبتدي تتعمل بره الاسواق النظاميه. فالمفروض تهيئ النظام ككل والقاعده ككل، ويحصل تدريب وتفعيل لمفهوم عقود الخيار، لان العمليه متشعبه جدا يعني، كل العقود المستحدثه دي عمليه متشعبه بشكل غير عادي، والقانون المدني نفسه ما بيتكلمش عليها يعني. محتاجه قانون خاص بالظبط يعني، حتى القانون 17 ل 2018 اتكلم عليها بس مش بنفس مش بالقدر اللي كان ينفعني مثلا في وانا بعمل مذكره زي دي. تمام. فالموضوع محتاج تهيئه وتدريب، ويبقى في خبراء في وزاره العدل عارفين العمليه ديت وعارفينها بتتم ازاي قبل ما نخش في معمعه التفعيل الفعلي لعقود الخيار. ممكن لو في البدايه تتفعل زي ما بنقول كده في السوق المخصصه ليها، لكن خارج الاسواق النظاميه اتصور هتبقى يعني مساله صعبه قوي. طيب الفيدرال الامريكي رجع يتكلم تاني، احنا هنزود الفايده، هو هيزود الفايده يعني. يعني شوف حضرتك اللي انا شفته في تراجع سعر الدولار مؤخرا، الدولار كسر مؤشر الدولار كسر ال 100 نقطه يوم الجمعه اللي فات تقريبا، يمكن لاول مره من ابريل 2022. تمام. ففكره ان الدولار يكسر المستوى ده ما بتشيرش ان ممكن يبقى في رفع تاني للفايده، حتى وان هو صرح بده، خاصة ان احنا لما بنراقب معدل التضخم سواء السنوي او الشهري هتبص تلاقي التضخم بيتراجع. هما التضخم عندهم المستهدف 2%. تمام. فاحنا لما نتكلم في 4-5% يبقى انت بتقرب للمستوى المستهدف. وانا اتصور ان هو ممكن عند 3% يبتدي ياخد اجراء كمان في اتجاه الخفض، مش لازم يحصل ال 2%، مش لازم يستنى لحد ما الركود يحصل يعني. فممكن ياخد اجراء استباقي. فانا مش عارف يعني، انا شفت فعلا التوقع ان هو يبقى 0.5% على مرتين، ربع في ربع، لكن الوضع اللي انا شايفه كده مع تراجع سعر الدولار ده او مؤشر الدولار امام العملات الاخرى ما بيعززش الفكره دي، وده اللي خلى الذهب على فكره يطلع تاني. تمام. يعني الذهب كان نزل لحد 1895 او 1900 وبعدين ارتد تاني لحد 1960 او 1965، النهارده 1955. فالتراجع اللي حصل في الدولار ده هو اللي ادى الذهب الفرصه انه يرتد لاعلى نظرا للعلاقه العكسيه يعني. طب لكن هو حتى الان ما زال تحت ال 2000، فطول ما هو تحت ال 2000 او ال 2050 اللي هي القمه اللي مصر كلها اشترت عندها الذهب دي، لما كانت الهوجه حاصله هنا، الهوجه لما كانت توصل 3000 يعني. بالظبط، لما اللي هو من كام شهر ده، ايوه الشهرين اللي فاتوا، ما تصورش انه ممكن يلجا لده. بالعكس انا شايف ان هو ممكن مع بدايه 2024 نبتدي نشوف اتجاه لخفض اسعار الفايده في من الفيدرالي الامريكي. وهنا بقى نشوف بقى تاثيرها علينا يعني. انت انا بتوقع ان 2024 على يعني على غير ما الناس يعني متصوره الاسوأ لم ياتي بعد وبتاع، ان الامر هيبقى بدايه تحسن في 24 ان شاء الله. لو احنا مشكلتنا كلها مرتبطه بالارتفاع على اسعار الفايده على الدولار، لان انت دوله مقترضه بالزبط. فانت احد الاسباب الرئيسيه اللي عامله فيك المشكله اللي انت فيها دي ان الدولار ب 5% و 5.5% الفايده عليه يعني. ايوه. فبالتالي انت مش عارف تجذب حتى الاموال الساخنه. لا، ما كله راح هناك. بالظبط. فانت مجرد ما هيحصل تراجع في الفايده على الدولار خارجيا هتبتدي الناس تنظر على الاسواق الناشئه اللي فيها دولار عالي، فهتبص تلاقي مشكله الدولار بتتحل عندك تدريجيا. فمجرد ما هيحصل خفض في اسعار الفايده في الولايات المتحده، مش عندنا بس، عند العالم كله يعني. او الدول اللي زينا يعني. تمام. فالامور ممكن تبدا تتحسن، وواضح مع التراجع اللي بيحصل في معدل التضخم ان احنا قربنا من المساله دي، او ان احنا قربنا ان احنا نشوف تغير في السياسه النقديه من الفيدرالي الامريكي. جميل. فيعني نتمنى ان يكون هذا التوقع سليم، ويبقى بدايه الخفض مع 2024، وبالتالي ده يفتح المجال قصادنا ان احنا نتحل المشكله بتاعه العمله الاجنبيه اللي احنا بنعاني منها بقى لنا حوالي سنه تقريبا دلوقتي. طب يعني حاليا سعر الصرف اعتقد هو مستقر، والساعات شفنا في السوق الموازي تراجع طبيعي، لان بعد اعلان الدوله او اعلان الحكومه عن توفير ال 2 مليار دولار
وخارجيا. وحتى اسعار السندات والصكوك بره بعد ما كانت يعني تراجعت بشكل كبير بدات لحد ما تتحسن اسعارها، وحتى التامين اللي عليها او تكلفه التامين على السندات والصكوك بدات لحد ما تتراجع برضه نسبيا. فالتوفير المبلغ ده بعض الناس يعني بيقول ان احنا كنا نامل يتم توفيره من الخارج، يعني سواء انت وفرته من الخارج وفرته من الداخل، فمعنى ان انت وفرته اصلا ان في ثقه، وبالتالي ده معناه ان انت تقدر توفر غيره. تمام. فاللي حصل ده في الاتنين مليار دولار اتوقع ان هو هيكون له اثار ايجابيه برضو على مدار الشهرين ثلاثه اللي جايين، وممكن يخلي الحكومه تتشجع اكتر وتبتدي فعلا تفكر في الطرح في البورصه اللي هو الطرح المباشر اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اكتتاب عام يعني. وممكن يشوف شركه قريب بتطرح في البورصه، مش يبقى الامر مقتصر بس على المستثمر الاستراتيجي. واذا استمرينا طبعا في توفير الدولار، يعني الفكره كلها ست سبع شهور دول، خمس ست شهور، يعني احنا في شهر سبعه، ست سبع شهور دول ان هم يعدوا، بس ست سبع شهور دول لو عدوا مع التراجع اللي بيحصل بره زي ما قلت لحضرتك في التضخم، ممكن الامور تتحسن بالفعل مع الربع الاول في 2024 ان شاء الله. يعني اعتقد ان كان في ناس كثيره كانت بتنتقد اداء الحكومه ان هو في ساكتين، ولكن واضح ان هو كان في صمت ولكن في شغل بيتعمل. يعني بدليل مره واحده رئيس الوزراء يطلع في مؤتمر ويتكلم عن حاجات اتنفذت فعليا، تدوير مثلا ال 2 مليار دولار، وواضح ان في حاجات تانية. يعني كل ده انعكاساته على الاداء الاقتصادي رقم واحد، على الشارع، على اكيد لازم هيبقى في شغل بيتعمل. ما هو انت حضرتك هتستقرئها من سعر الدولار في السوق الموازي. يعني حتى سعر الدولار في السوق الموازي هي الاربعينات دي او ال 42 وال 43 السوق لمسه كده مره وبعد كده بدا يتراجع. لو ما فيش الشغل ده السوق الموازي بيشعر بده على طول، فهتبص تلاقي الاسعار يعني بتنفجر في مستويات تانية. فبالتالي مجرد ما بيحصل تماسك في السوق الموازي تعرف على طول ان في على الجانب الاخر في شغل او في امور بتتم. والحكومة اعلنت اكتر من مرة يعني. وبعدين انا شفت وثيقة ملكية الدولة، كنت زي ما قلت حاجة قبل كده كنت موجود في الحوار بتاعها، الحوار المجتمعي اللي كان موجود، واشدت بيها الحقيقة جدا في وقتها، وقلت ان احنا لو نفذنا هذا الكلام، بس لازم الناس توضح للناس بره او الشارع يعني ايه تخارج وايه الفرق بين التخارج وبين البيع، علشان الناس كلها بتتكلم ان انت بتبيع اصول البلد ومش بتبيع اصول بلد. التخارج حاجه والبيع حاجه ثانيه. البيع جزء او اداه من ادوات التخارج. لانك انت ممكن تتخارج من قطاع وتزود في قطاع ثاني، وده اللي جه في وثيقه ملكيه الدوله. يعني انت ممكن تخرج من مشروعات مثلا وفي المقابل تخش في مشروعات تانية. تمام. في قطاعات اخرى، يعني بتاخد الحصيلة دي بتستخدمها بالزبط في مجال تاني. ففكرة ان انا ببيع الاصول، لا، هي الفكرة مش كده خالص. وعلى فكرة حتى لو انا ببيع الاصول هو ده الطبيعي اصلا، يعني هو دي الخصخصة اللي احنا بنتكلم عليها. تمام. بقالنا من 20 سنة يعني. أيوه. واللي كانت بتتم صحيح الناس عندها مخاوف من الخصخصة لما شابها من عمليات فساد قبل كده، لكن مع اللي عملته الحكومة الحالية في وثيقة ملكية الدولة وان هي ماشية بخطوات اتقال عليها واعلنت للناس كلها برقابة وشفافية، انا شايف ان مفيش مشكلة خالص ان احنا نطبق الامر ده ونمشي عليه زي ما هو مكتوب فعليا، ويبقى فيه فعلا قطاعات تتخرج منها. وكمان القوات المسلحة قالت ان في 10 شركات على ما اذكر اضافية بالنسبة لصافي ووطنية، فده كله من شأنه انه يعزز الثقة. لكن نحتاج السرعة، بس التسريع بالخطوات، التسريع بالخطوات هيعزز من الثقة. والناس لازم الاعلام، وهنا دور الاعلام الحقيقة، لازم يفهم الناس ويبقى في نوع من الوعي شوية لفكرة ان انت لما بتتخارج ده الافضل بالنسبة للناس. انت عندك شركات في مصر مش بقى خاسرة، يعني أنا كنت مرة كتبت مقال في الأهرام كده عن إحدى الشركات يعني دون ذكر أسماء، إن عدد الموظفين فيها 4 في مقابل العامل الواحد، يعني فيها عدد موظفين إداريين وهو مصنع، هم يعني مصنع العامل الواحد أمامه 4 موظفين. المفروض يبقى العكس. يعني الدولة أو وزارة الاستثمار كانت ساعتها بتدعمها بمليار و200 مليون جنيه سنويا عشان تدفع مكافآت ومرتبات العاملين. وبعدين بنشتكي ان المكن قديم والمنتج غير منافس. طب ما امر طبيعي، ما انا اصلا كل الفلوس اللي طالعه طالعه عشان العماله، لان العماله متضخمه جدا. فده كله معناه اعباء على الدوله او اعباء ماليه واداريه على الدوله. مين اللي بيدفعها؟ انا وحضرتك والناس. المواطن. المواطن. لا، مش هو بيدفع ضرائب، الضرائب دي بتروح في شركات
يعني مش عارف اقول ايه، ماسوره مكسوره، تحط من هنا تنزل من هنا، وبالتالي احنا كمواطنين مش حاسس، ما كناش حاسين، فانت مش حاسس في تقصير في الصحه، في تقصير طبعاً في التعليم، في دافع، فلازم يتعمل المنظومه طبعا تتظبط. وبعدين احنا ما بنقولش مثلا، حتى لما طلعت الافكار ساعتها ما حدش قال ان العمال تمشي او ان لا تعمل اعاده تاهيل، ممكن تخليه هو اللي يشتغل ينتج بالظبط كده، الموظفين دول تشغلوا لتبع العمل. طب هل الحكومه بتعرف تعمل ده؟ لا ما بتعرفش تعمله. طب مين اللي بيعرف يعمله؟ القطاع الخاص. يبقى لو الشركات دي راحت في ايد القطاع الخاص، العمال اللي فيها هتكسب، حضرتك هيتشال من عليك الاعباء اللي انت بتدفعها سنويا في الضرائب دي، والشركه هتشتغل وتنافس. فيبقى ايه الخطا هنا من عمليه البيع او من عمليه التخارج لما الكل استفاد؟ وهي في النهايه حضرتك هي الشركات دي موجوده على ارض الوطن، مش هتتشال وتتنقل. لا طبعا. ولو اتطرحت في البورصه ولو اتطرحت في البورصه مصريين اللي هيشتروها. بالظبط كده، بالظبط. فايه الفكره يعني؟ يعني ما انا اديت لحضرتك المثال، انت النهارده شركه او مصنع بيخسر وفي حجم عماله متضخم جدا، زي المشكله بتاعت الحديد والصلب لما الناس زعلت قوي من موضوع ازاي ومش ازاي وازاي ومش ازاي. طب ما بتخسر يعني، ما هي المساله مش الاسمنت كمان يعني، هي المساله مش يعني مش حبا بقى في يعني مش علاقه عاطفيه هي يعني. ده احنا حتى بنقول في البورصه ما تحبش السهم، فالناس سابت السهم وحبت الشركه يعني، المساله مش كده خالص. ما ينفعش طالما بتخسر لا، يبقى لازم يبقى فيه يعني زي ما بنعمل ستوب لوس كده، ايقاف خساره، خلاص وقف الخساره. تمام. فنفس القصه في شركات ومصانع كتيره جدا في قطاع الاعمال بتحقق يعني، انا عارف وشفت كتير ودخلت في حاجات زي كده كتير يعني، فشفت حاجات كارثيه، حرام والله العظيم حرام، فلوس بتهدر بتترمي. فبالتالي والدوله كانت قبل كده زمان مش قادره تقرب من الحاجات دي، علشان انت عارف بقى وساعه الثوره كمان، الثوره ده احنا اعباء زاد التوظيف بالظبط كده، ومظاهرات فئويه، مظاهرات الفئويه بالزبط. خلت الدوله ساعتها كان اي حد أكثر يعمل مظاهره قدام مجلس الوزراء في وقتها تعينوهم ثبتوهم. فاعباء كبيره جدا انت دخلت فيها، وعينت بدل ما تجيب عمال او تاهل عمال، لا بقيت تجيب موظفين وتكبس في الموظفين، والشركات بقت اعباءها كبيره جدا. فاحنا النهارده بنقول ايه؟ بنقول ان احنا بنصحح وضع خاطئ. الوضع اللي موجود ده وضع خاطئ، لا الدوله وظيفتها اصلا ان هي تملك وتدير، والدولة وظيفتها ان هي توفر الامن والقضاء، رقيب وتنظم بالظبط كده بالظبط، لكنها مش ان هي تخش ايه اللي انا هستفيده يعني من الدوله، مالكه فندق يعني ولا عوامه ماشيه في البحر يعني، يعني ايه اللي هتستفيده الدوله من حاجه زي كده؟ لكن في قطاع خاص هو اللي يقدر يشغل الكلام ده، وهو اللي يقدر يستفيد من الموظفين الكتير اللي في الشركه دي، انه يعمل لهم اعاده تاهيل ويدربهم ويقدر يشغلهم في اللي هو محتاجه فعلا. ساعتها زي ما بقول لحضرتك الشركه هترجع تكسب، الناس مش هتشيل اعبائها، الدولة مش هيبقى عليها أعباء، والعمال اللي موجودين هيشتغلوا وهيكسبوا وينتجوا ويبقى كل مستفيد. فما هو الغلط يعني؟ هو ده من هنا جات الخصخصة. الأمور بتتم إزاي بقى دي نتناقش فيها. جميل. لكن هو ده الهدف يعني، هو ده مفهوم الخصخصة. احنا بصراحة فعلا لازم نوضح للناس، لأن الإعلام الآخر أو الموازي أو الإعلام المضاد يعني بيوهم الناس ويصور أن البلد هتتباع حتة حتة، وإني 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 ما يعني. لا انا سمعت احدى البرامج دي يعني على اليوتيوب، بساعه بيع حصه الدوله فوري والتجار الدولي، وباعوا بنك التجار الدولي وباعوا فوري. يا عم ده قطاع خاص باعوا ايه؟ وحلقه كامله عن الموضوع ده، باعوا التجار الدولي وباعوا فوري وباعوا شركات، كانت مش فاكر كانت كذا شركه يعني، شركات قطاع خاص واللي بتملكه الدولة فيها حاجة كده عن طريق أحد البنوك، أحد البنوك يعني حاجة كده يعني. لكن اتصور الأمر إن أنت بتبيع أصول البلد وبعت بنك التجاري الدولي، بنك التجاري إيه؟ الدولة عندهاش غير البنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة بالظبط، والمصرف المتحد أو المصرف المتحد بس كده. فأنت يعني أو اللي هم دول الأساس يعني، اللي هم الثلاثة الأساس الأزرع الكبار طبعا، فما فيش الكلام ده خالص. فطبعا أنا معاك في إن القصة بتتصور بشكل تاني، وللاسف ناس كتيره بتسمع ناس يعني، ناس بتصدق لان مفيش حد على الناحيه الثانيه بيتكلم احنا بنقوله، لانه مش بيوضح بالزبط. مش بيوضح العمليه دي ايه فايدتها. وحتى هاب يعني بنك زي ضخم زي بنك القاهره مثلا، نفترض زي ما اتقال قبل كده هيطلع منه 10%، شوف ليه لا، لو هيجيب له رقم اي 10% في مساهمه 100% ولا حاجه كمان. ولا 20% معاك لغايه 49 وانت ماشي كويس يعني، ايه المشكله؟ وبعدين فكره ان الاداره تفضل في يد الدوله
انا ضد الفكره دي اصلا. تمام. يعني انه يقول لك ايه، لا اصل احنا ما بعناش غير 30-40%. احنا بنقول كده لان لسه عندنا التخوف من الشارع بامانه شديده. لكن هو الصح ان القطاع الخاص هو اللي يدير، لانه حتى منطقا وعقلا انا كقطاع خاص النهارده عشان اخش في شركه مقاولات خاسره وبتخسر بقالها 10 سنين ولا 20 سنه لازم في مزايا ميزه. انا لما اخش على نفس الاداره اللي بتدير، لا مش هخش. طب انا هخش اعمل ايه؟ هو دي حقيقه مش هخش. يعني اذا ما كانتش الاداره هتبقى معايا انا طبعا، يبقى مش هدخل. وانت بص، هي الصوره اللي مرسومه عن القطاع الخاص ان هو متوحشين ودمويين، ده ثوره يعني، ده يعني فطبعا ده بالعكس. طب هم دلوقتي في تباطؤ في الانتاج ومصانع بتقفل، ما يسرحوش حد، هم اللي لما الناس عرفت دلوقتي اهميه القطاع الخاص. يعني هم الناس صراحه، اصل ما فيش شركه قطاع خاص فيها حد مهني فني عالي هتسيبه طبعا، يعني وهتحافظ على عمالها وهتحافظ على فبصراحة هي فعلا هذا التوجه لازم يوصل للناس زي ما انت قلت. طبعا لازم يوصل وتوضح للناس ايه اهمية اللي بيتم. ان العملية مش عملية بيع، هي المشكلة ان هي العملية بس جاية في ظل وقت انت عندك ازمة فيه. صحيح. فهو ده اللي رابط القصة، ان انت عشان تحل ازمتك فانت بتبيع. لكن انت اصلا المفروض ان انت من 2016 كن يكون هذا هو التوجه بتاعك. انت تأخرت من 2016 وبعدين حصلت لك الكورونا وحصل لك الحرب وبتاع، لكن في النهاية لا صح إلا الصحيح، أنت هترجع لده وهتنفذه. هو للأسف إحنا بنواجه إعلام قذر معادي. أنا أحد البرامج برضه على اليوتيوب أشوفها من 3 شهور يعامل نفسه فكيك قوي، الأسبوع الجاي الدولار بكذا في البنك ب 38، تاني يوم العيد هيعمل مش عارف إيه 37 جنيه في البنك، والناس بقى بتشوف وتصدق وتتفاعل معاه، والناس ولا هي هنا لغايه لما طلع الرئيس شخصيا وقال مفيش تعويم يا جماعه، الناس هديت. يعني ففعلا محتاجين وعي. طبعا طبعا. واعتقد ان حضرتك احد يعني ادوات هذا الوعي، نشر الوعي، واحنا معاك. نتمنى يا فندم. اشكرك استاذ ايهاب سعيد، كلامك دايما مباشر، والحلقات اللي بتيجي كده ايه الله مش مترتبه هي اللي بتبقى حلوه. طبعا طبعا. شكرا استاذ ايهاب. شكرا ليك يا فندم، شكرا كل المشاهدين. الوعي، وعي بالقضايا السياسية، الوعي بالقضايا الاقتصادية، الوعي بالقضايا المجتمعية، ده اللي هيخلق مجتمع متماسك وقوي. لكن هنفضل نمشي ورا كدابين الزفة اللي قاعدين بره يهللوا ويعملوا هوب البلد هتفلس، البلد بتتباع حتة حتة البلد، وهم أقسم بالله لو ركزتوا شوية في كلامهم هم ما بيفهموش، مش فاهمين حاجة، وأتحدى إن فيهم حد قال كلمة صحيحة. برضه فيها حاجة حلوة، وإن شاء الله والجاي أحلى، وأزمة علينا وعلى العالم كله هتمر، وخلال الأربع خمس شهور الجايين إن شاء الله تعدي الأمور بيسر وسهولة، ونرجع تاني نفتكر الأيام دي ونقول وإحنا بنبني بلدنا كلنا تحملنا. كل الشكر لضيفي الأستاذ إيهاب سعيد الخبير الاقتصادي الرائع اللي دايما بيدخل في المواضيع بشكل مباشر، وشكر لحضراتكم أعزائي المشاهدين، بالأمل التقينا وعلى الأمل نلتقي إن شاء الله الاثنين الجاي حلقة جديدة ولقاء يتجدد، وبرنامج أنا الوطن. تصبحوا على خير.